معانا النهاردة عالم عظيم جداً في حلقتنا. على فكرة هو ما كانش شاطر قوي في المدرسة، يعني كان كويس. في أواخر القرن التسعتاشر حصلت معاه حاجة غريبة جداً، شركة مصابيح عالمية بتستدعيه علشان يساعدهم في المصابيح بتاعتهم. كان عظيم جداً. لما جه بقى يدخل الجامعة قعد يفكر يدرس إيه. تخيلوا بعد ما فكر كان في البداية إيه أول حاجة جت في بالي ودرسها؟ الفيزياء؟ لا طبعاً. الكيمياء؟ لا لا، ولا الرياضيات كمان. فكر أول حاجة يدرسها الموسيقى. العالم بتاعنا ليه علاقة كبيرة جداً بنظرية الكم. إيه علاقته بنظرية الكم؟ العالم اللي معانا النهاردة العالم الألماني المعروف ماكس بلانك. إيه رأيكم نتعرف على حكايته أكتر واختراعه في حلقة النهاردة؟ جاهزين؟ يلا بينا. ايه رأيكم بقى في حلقة النهاردة نكتب مع بعض السطر الاول في اعجب حكايات العلم؟ يلا بينا يلا بينا. علشان كده هبدأ معاكم من بداية القرن اللي فات. حصل ايه بقى؟ ظهرت نظرية غريبة جدا، نظرية بتحاول تفسر الطريقة اللي بتتصرف بيها الجسيمات الصغيرة جداً زي الذرة والجسيمات الأصغر من الذرة اللي هي زي برافو عليك وأيوة كده الإلكترونات. النظرية دي ما كانتش شبه أي حاجة نعرفها أو ممكن نتخيلها، لكنها كانت كل يوم بتنجح أكتر من اليوم اللي قبله. النظرية دي اسمها نظرية الكم، نظرية مهمة جداً. هنقول كل تفاصيلها. هقول لكم مثلاً حاجة، إحنا عايشين حالياً في عصر مليان بالأجهزة الإلكترونية والموبايلات والكمبيوترات. كل الأجهزة دي ما كانتش هتبقى موجودة لولا نظرية الكم. قدرنا مثلاً نعرف الليزر وننتجه بسبب نظرية الكم. تفاعلات الكيمياء بما فيها بقى التفاعلات المعقدة اللي بتحصل جوه أجسامنا ما كناش هنفهمها لولا نظرية الكم. ما كانتش هتتطور صناعات الكيماويات والأدوية بالشكل اللي نعرفه دلوقتي لولا نظرية الكم. طب هقول لكم حاجة كمان، ما كناش هنعرف الطاقة النووية لولا نظرية الكم. الحقيقة نظرية الكم داخلة في كل حاجة تقريباً، لأن العالم كله في الأصل بيتكون من ذرات، وعمرنا ما هنفهم الذرات وتفاعلاتها من غير نظرية الكم. بدأت حكاية نظرية الكم الغريبة والعجيبة دي في بداية القرن اللي فات. انفتحت في الوقت ده بوابة على عالم سحري، عالم أغرب من بلاد العجائب اللي زارتها أليس مثلاً. أما اللي نطق بالكلمات السحرية اللي فتحت لنا بوابات العالم ده ما كانش ساحر ولا مشعوذ مثلاً، لكنه كان عالم عظيم، عالم فيزياء نمساوي امتلك خيال واسع ومهارة كبيرة جداً في الرياضيات. عارفين العالم ده اسمه إيه؟ العالم ده اللي هو بطل حلقتنا النهاردة اسمه ماكس بلانك. هقول لكم كل حاجة عنه دلوقتي. ماكس بلانك اتولد في ألمانيا سنة 1858. اتولد في عيلة عددها كبير جداً، كان هو الابن السادس لأبوه، أبوه اللي كان عنده طفلين من جوازة قبل كده. أبوه كان بروفيسور في القانون في جامعة كيل. اتربى ماكس بلانك في بيئة محافظة بتقدر العلم والإخلاص والصدق والعدل والكرم، والقيم اللي اتعلمها بلانك في صغره هي اللي شكلت شخصيته وفضل محافظ عليها. علشان كده كان وما زال موضع تقدير وإعجاب الجميع، مش بس كعالم مرموق ولكن كمان كإنسان عظيم جداً، إنسان عظيم بتميزه أخلاقه الرفيعة والحكمة. هقول لكم بقى على حاجة غريبة جداً، ماكس بلانك العالم العظيم ده عبقريته ما كانتش ظاهرة خالص في أثناء الدراسة. أيوة ما كانش عبقري، كان مستواه كويس لكن ما كانش مثلاً بيطلع الأول التاني، كان دايماً كده يطلع ما بين التالت والتامن. دي حاجة غريبة جداً طبعاً، وكانت نتائجه في الفيزياء والرياضيات كويسة برضو لكنها ما كانتش ممتازة أو بتدل على قدرات خاصة. في الحقيقة أكتر حاجة ماكس بلانك كان متفوق فيها كانت، عارفين إيه هي؟ هتستغربوا، ولا الفيزياء ولا الرياضيات ولا الكيمياء ولا أي حاجة علمية. كان مميز فيه
المزيكا. كان بيحب الموسيقى جداً، كان بيعزف على أكتر من آلة ببراعة، وبيألف كمان موسيقى، يعني مؤلف موسيقي، ملحن. على فكرة في حاجة يعني بتستوقفني جداً هقولها لكم دلوقتي، أغلب الحلقات اللي بيكون فيها معانا كل العلماء أو أغلبهم كلهم بيحبوا المزيكا. المزيكا دي طلعت سحر. تعالوا بقى أكمل لكم ماكس بلانك عمل إيه. في آخر سنة من دراسته في المدرسة بيحصل على تغيير كبير جداً، بيحصل له تغيير كبير، احتمال يكون لأستاذه مولر دور كبير جداً في التغيير ده. حببه في الفيزياء وخلاه يحس قد إيه هي ساحرة وفيها سر العالم. لما جه بقى ماكس بلانك يدخل الجامعة احتار يدرس إيه؟ فكر أول حاجة يدرسها، لسه كنا قايلين، الموسيقى. انتوا متخيلين؟ عالم كبير قوي كل اهتمامه أن يدرس الموسيقى. دي بجد حاجة يعني تستوقفنا كده جداً، لأنه كان بيحبها وبيوجدها جداً. سأل متخصص في الموسيقى، ماكس بلانك راح سأل متخصص في الموسيقى، ها أعمل إيه؟ أدخل فين؟ أروح فين؟ كان بيسأل في الأول. المتخصص ده نصحه يدرس حاجة تانية غير الموسيقى، مش عارف ليه، جايز كان معتبرها أنها هي صعبة أو حس أنه عنده قدرات تانية، فنصحه قال له لا بلاش الموسيقى، خليك في حاجة تانية. علشان كده دخل ماكس بلانك جامعة ميونخ في ألمانيا وبدأ بدراسة الرياضيات والفيزياء. وهناك قال لأستاذه أنه حابب الفيزياء جداً وعايز يبقى باحث فيها. أستاذه قال له الفيزياء علم اكتمل تقريباً خلاص ومفيش فيه مساحة لأبحاث جديدة. ده ممكن يجيب له إحباط طبعاً، بس لحسن الحظ خالف بلانك نصيحة أستاذه، وكمان علشان هو بيحب الفيزياء جداً حب إن هو يبحث فيها ويتغلب على خوفه من مستقبل التخصص ده في الفيزياء، لأنه بعد 25 سنة تقريباً من كلامه مع أستاذه هيحط بلانك الحجر الأول في نظرية الكم، النظرية اللي فتحت الطريق لفيزياء جديدة تماماً مختلفة عن كل حاجة عرفها العلماء. في يوم بقى من الأيام وفي أواخر القرن الـ19 حصل إيه؟ حصل إن في شركة طلبت تعمل مصابيح، المصابيح دي كانت بتشتغل بالكهرباء. ماكس بلانك طلبوا انهم يساعدهم في تحسين المصابيح بتاعتهم. لقى بلانك نفسه محتاج يدخل في بحث كبير جدا وصعب ومهم عن طبيعه الضوء، لونه، الطاقه، شده الاناره، الحراره، كل الحاجات دي تفاصيل كانت هتبقى كتيره قوي. معروف طبعا يا اصدقائي اننا لما بنسخن جسم بيبدا يشاع ضوء او طاقه، بتختلف الطاقه دي باختلاف درجه الحراره. هديكم مثال، يعني مثلاً لو جبنا كورة من الحديد وسخناها، عارفين في البداية الكورة دي مع درجة الحرارة الشديدة هيبقى لونها إيه؟ الكورة دي في البداية هتحمر، يعني بتشاع ضوء أحمر، ولو زودنا حرارتها شوية عارفين هتشاع لون إيه؟ هتشاع لون أبيض لو سخناها أكتر. بتسخن جداً جداً بعد كده بتزرق أو بتشاع ضوء أزرق. ماكس بلانك حاول يدرس الموضوع ده واكتشف اكتشاف مهم جدا، هقول لكم ايه هو. الطاقه اللي بيشعها الجسم ده لازم تيجي في قيم محدده، يعني ما ينفعش الجسم يشع الا طاقه هي مضاعفات عدد محدد. سمى بقى الكميه او سمى القيمه المحدده دي كم او كوانتم. لازم الطاقه اللي طالعه دي تبقى مضاعفات الكم، لازم تبقى مضاعفات الكم ده، يعني ما ينفعش تبقى نص أو واحد وربع أو اتنين وتلتين، لازم تبقى كم واحد، كم واحد كامل أو مضاعفاته. طبعاً ده شيء غريب جداً. الحقيقة الموضوع ما وقفش هنا، اكتشف بقى علماء آخرين إن في حاجات كتيرة في الكون لازم تيجي في صورة قيم محددة وما ينفعش تاخد أي قيم تانية. نعرف طبعاً إن المواد بتتكون من ذرات، والذرة عبارة عن نواة بتدور حواليها إلكترونات. الإلكترونات دي بتدور في مدارات حوالين النواة، لكل مدار طاقة محددة. متفقين؟ تمام. ما ينفعش بقى الإلكترون يبقى موجود غير في المدارات دي، وما يقدرش يبقى موجود في أي مكان بينها. ممكن ينط من مدار لمدار لو امتص كم الطاقة المناسب، ويرجع لمداره الأصلي مرة تانية لو فقد الكم ده، لكن مش مسموح له غير بكده. عارفين يا أصدقائي عالم الجسيمات الصغيرة والطاقة كله كده، كمات محددة ليها قيم محددة ممنوع تبقى فيه قيم بينها. الضوء كمان عبارة عن كمات برضو، ده اللي اكتشفناه.
الطاقة بتيجي بمضاعفات قيمة محددة، مضاعفات الكم الواحد. ولأن الكون كله بيتكون من الجسيمات الدقيقة دي، قال بعض الناس إن أكيد نظرية الكم دي لازم تنطبق على كل حاجة بما فيها الواقع اللي احنا عايشين فيه. ليه ما يبقاش أي مكان هو مضاعفات برضه لكم قليل جدا؟ وليه ما يبقاش الزمن برضه مضاعفات لكم معين؟ وكأن كده يا أصدقائي الواقع اللي حوالينا مكون من كمات صغيرة جدا، عامل كده زي الصورة الديجيتال بالظبط، كده زيها بالظبط، بيتكون من بيكسلز، لكن البيكسلز دي مش هتبان إلا لما نكبر الصورة قوي أو نغوص قوي في تفاصيلها وفي ذراتها كمان. عارفين يا أصدقائي لما كتب ماكس بلانك أول سطور حكاية العالم الغريب ده كان عنده كام سنة؟ كان عنده ساعتها 42 سنة بالظبط. كمان في البداية اترفضت نظريته طبعاً، لأن كان صعب حد يصدق إن في حاجة زي الطاقة لازم تصدر في قيم محددة، ما ينفعش إنها تاخد أي قيمة غير مضاعفات الكم. لكن الحقيقة النظرية بسرعة جداً جذبت علماء أصحاب العقول الفذة، ومن ساعتها والاكتشافات والنجاحات في المجال ده ما بتقفش. لكن للأسف من بعد اكتشاف بلانك العظيم بتتملي حياته بكمية كبيرة جداً من التراجيديا والمآسي والابتلاءات اللي اتحملها كلها بصبر وشجاعة. وزي ما كان مثال للعالم العبقري، كان برضو مثال للإنسان الصابر القوي، لأن زوجته بتتوفى سنة 1909، وكمان حصلت حاجة صعبة جداً على أي إنسان، بيتقتل ابن من أولاده في الحرب العالمية الأولى سنة 1916، وبعد كده بيمطلوا بنتين وهم بيولدوا، الأولى سنة 1917 والتانية سنة 1919. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية يا أصدقائي كتير من العلماء هربوا من ألمانيا، وكمان من هتلر الدكتاتور اللي كان بيحكم ألمانيا وجنونه اللي كان سائد في الوقت ده. لكن ماكس بلانك ما هربش. عارفين قال إيه؟ قال إنه ما سابش جامعة برلين من زمان جداً وهو صغير، هيسيبها لما كبر؟ استحالة طبعاً. لكن في نهاية وقت الحرب بيضطر يغادر برلين لمدينة ألمانية تانية، لأن التواجد ساعتها فيها كان خطر جداً. وفعلاً بيتعرض بيته للقصف وبيتدمر في فبراير سنة 1944. ما خسرش بلانك بيته وممتلكاته بس، لكنه كمان للأسف خسر دفاتره العلمية وملاحظاته. ودي في الحقيقة مش خسارة ليه لوحده، لكنها كانت خسارة للعلم والمجتمع العلماء كله. وبتكمل المأساة بإعدام أقرب أولاده ليه في بداية سنة 1945، علشان اتهموه بالاشتراك في مؤامرة لاغتيال هتلر. لما خلصت بقى الحرب العالمية الثانية كان عمر ماكس بلانك 87 سنة، وبالرغم من سنه الكبير وبالرغم كمان من المآسي الكتيرة اللي اتعرض ليها، ما انسحبش من المشهد، لكنه قرر يشارك في إعادة إعمار بلده ألمانيا، وده كان بعد الحرب. ركز ماكس بلانك على بناء مؤسسات ألمانيا العلمية من جديد، وبذل كل اللي يقدر عليه لغاية ما توفى سنة 1947. ماكس بلانك راجل عظيم جدا وعالم من أهم العلماء اللي كانوا في الوقت ده. بشكركم جدا يا أصدقائي، وكان معانا في الحلقة دي عالم عظيم جدا. الحلقة كمان اللي جاية هيكون معانا عالم عظيم جدا استنونا، هتوحشوني جدا. باي باي.